السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كما كتشاهدوا معنا اليوم راني مركب المسطرة، إذا معنا تركيبة جديدة. فتركيبة أخوتي هذه غتكون فيها خمسة ديال الأقمار، ومن أهم الأقمار أصدقائي ديال الشرح. فكاين معنا القمر الـ 99 اللي كنا درنا عليه الشرح، فغنخلي لكم فيديو ديالو طريقة التقاط القمر الـ 99، فهو اللي أصدقائي دابا حاليا فيكسي عليه التبصيل ديالي، فهو الوسيط كما كتشاهدوا معايا فرنشات في 92. فغنزيدوا أصدقائي قمر الـ 99 ثلاثة، وغنزيدو قمر الثور، وغنزيدو قمر الهوتبور، والقمر الأسرة 19. ويمكن لك أصدقائي بالنسبة للإخوان اللي مكيبغوش القمر الإتيسات ثلاثة يقدر يدير البلغاري ويستغنى عليه، فقط أنا كنحتاجو على حسب الفيزات العربية اللي كتكون عليه. أما القمر البلغاري فهو أحسن من قمر الإتيسات ثلاثة، لأن الإتيسات ثلاثة مفيش شي حاجة بزاف أصدقائي. فكي غنديرو تخطوات الأقمار هذه فهي اللي غتشوف معايا في الفيديو هذا. فكما كاشنو معايا فانا راه ركبت المسطره ديالي، فغنجيو اصدقائي ملي يكون نشوفوا في الصح ديالنا على يدينا اليمين غنهبطوا المسطره، جي تشوف شويه لتحت على هذا الشكل هكايا. فدابا غندوزو اصدقائي نتاقطو قمر الاو تي سات 3. فاقوى تردد ديال قمر الاو تي سات 3 فهو هذا اخوتي، ندوز نعطيكم هو القمر الاو تي سات 3. غنستعملو اصدقائي هاد التردد هذا ديال قناه دوزين اللي هو 11655، القطبية غتكون أفقي حرف أش أريزونتال، الترميز غيكون 4444، فهذا يعتبر أقوى تردد. فالناس اللي كتبغي تلتقط الفيدات على القمر هذا فضروري خصك تلتقط في هذا القمر هذا 91 92. فغنجي نحيد الكابل ديالي، فضروري خوتي هنا خص تكون عندك اللواقيت باش تلتقط تركيبات بالمسطره، فضروري خصك يكون عندك واحد 4 ولا 5، المهم شريهم من الجوطيه ولا شريهم جداد. فطريقه صنع المسطره خوتي فغنخليها لكم في صندوق الوصف في علامات الايق. فباش غنتاخذوا القمر الاو تي سات 3 فغنكون نشوفوا في الصح خوتي على يدينا اليمين غيجينا الاقمار، لان في المسطره خوتي الاقمار اللي كتكون عندنا في الغرب كتولي لنا في الشرق، واللي كتكون عندنا في الشرق كتولي لنا في الغرب. فمثلا اصدقائي الا بغينا نتاخذوا القمر الاسرى 19 فرغم انه خصنا نجيو هنايا لان كيجينا في الشرق، ولكن في المسطره غيولي لنا هنا في الغرب. فدائما تبع هذه الخاصيه هذه. فغنشدوا اللاقيت ديالنا من اخوتي ونحركوه بلاتي، هيا اصدقائي الاشاره بدات كتظهر، نوليو نرجعو غير بلاتي، هيا 64، نحاولوا نزيدو نهبطو المسطره شويه لتحت، ستة وسبعين. فدابا غندور البولون ديالي يشوف الفوق فين شديت الاشاره، غنحشي تما كاين، هيا دابا 86. فغنزير البولون ديالي، نديرو واحد الكرو ونزيروه، ومن بعد عاد نحاول نزيد في الاشاره كما كتشوفو، هيا دابا 91. فكما قلت لكم خوتي اللي ما بغاش القمر الاو تي سات 3 فقط غيزيد غير واحد شويه، وبغى يشد البلغاري يدير البلغاري عنده. فدابا غنحاول نزيد في الاشاره، ندور شويه اللاقيط ولي نرجعو، هيا دابا 91. نزير البولون ديالي، من بعد غنحاول نلعب بالمسطره نشوف واش نزيد نهبطها واحد شويه، نزيد نعلي واحد شويه. فالإشارة استقرت لأصدقائي في 90 91. فغنزير شوية المسطرة ديالي لأن كنخليها دايما مرخوفة باش نهبطها ونطلعها، نزيرها واحد شوية، فهنا خوتي غتلقى واحد جوج بولونات لتحت فتا هما حاول زيرهم باش اللاقيط ميبقاش يلعب. فدابا خوتي التقطنا القمر الاي تي سات 3، فغادي ندوزو دابا نعطيكم التقطو القمر الثور، فغنعطيكم اقوى تردد ديالو. نمشيو القمر الثور، فهي اصدقائي القناة شغالة معنا، نمشيو القمر الثور فغنستعملو هاد الفريكونس هذا ديال قناة استوريك اللي هو 11938، القطبية غتكون افقي حرف اش اريزونتال، الترميز غيكون 28000.
ندخلو الاعدادات ديال الجهاز، نحيدو الكابل ديالنا، نستعملوا اي لاقيت باش نشدو قمر التور. فانا لحد الان خوتي فقط راني مستعمل اللواقيت غير عاديين، فقط هذا اللي اوريجينال لانني هو اللي كنكون دايرو دايما فيكس. فغنشدو اصدقائي اللاقيت ديالنا بحدا قمر، ها هي كما كتشاهدوا معايا، ها هي جات الاشاره 91 كما شاهدتوا، فقط حطيته حدا القمر اي تي 73 اللي التقطناه. فغندور البولون ديالي يشوف الفوق، وغنستعمل اصدقائي كرو ونديرو في البلاصه اللي شديت فيها الاشاره في ديك التقبه اللي فيها كما شاهدتوا هنايا. فغنزير الكرو ديالي، من بعد عاد نحاول نلعب باللاقط ونشوف واش نزيد الاشاره. فغنزير البولون ديالي من التحت واحد شويه باش يتزير لي اللاقيط لانه راه يلعب. دابا غنحاول نزيد ندور شويه اللاقيط واحد شويه كما شاهدتوا اصدقائي، من دورت اللاقيط هي ولات لي الاشاره 91. من بعد غنزير داك الكرو الفوقاني ديالي باش اللاقيط ما يبقاش يلعب ليا. فهي اصدقائي الاشاره 91 كما كنشاهدوا معنا، شدينا القمر او تي 3 ب 91، قمر تور 91. فدابا غندوزو اصدقائي القمر الهوتبور، نحيدو الكابل ديالنا، غنعطيكم اقوى تضاد ديال القمر الهوتبور. فكل اللي غيسولني واش نقدروا نزيدوا النيسات في التركيبه هذه، فغتقدر اخويا تزيد النيسات ولكن الاشاره غتكون ضعيفه بزاف. فانا كنت جربتها، فقمر النيسات شديت على قنوات ام بي سي فيهم اصدقائي 66، ولكن القنوات المغربيه ما شديتهمش للاسف. فركبوا الكابل ديالنا في اللاقيط اللي غنلتقطوا به الهوتبوت، فلا بغيتو مشوا اصدقائي القمر الهوتبوت نعطيكم اقوى تردد ديالو. فنستعمل التردد ديال القنوات المغربيه على القمر الهوتبوت، هذا الفريكونس هذا اصدقائي اللي هو 10872، القطبية غتكون فيرتيكال عمودي، الترميز غيكون 27500. هذا أقوى تردد على قمر الهوتبورد. ندخلو الإعدادات ديال الجهاز ديالنا. فدائما خوتي كنشدو اللاقيط من هنايا ونحركو، ها هي كما شاهدتو، فها هي الإشارة 86، إذا عندي هنايا. فغنشد داك البولون ديالي وندورو يشوف الفوق، ونستعمل كرو. ففي البلاصه اللي شديت فيها الاشاره فندير فيها اللاقيط ديالي، ها هي هنايا كما كتشاهدوا 91. نزير الكرو ديالي مزيان، ومن بعد نزير اللاقيط ديالي باش ما يبقاش يزعزع. فدابا راني زيرت اللاقيط، فقط غنقادو خوتي حتى نشد الاشاره قويه كما كتشاهدوا معايا، ها هي دابا 91. فدائما خوتي غنزير داك البالون ديالي التحتاني. فهي دابا الاشاره اصدقائي استقرت لي في 90. فدابا غندوزو اصدقائي القمر اسرع 19. فالقمر اسرع 19 الاشاره ديالو قويه بزاف، لهذا فغنلتقطو بكل سهوله. دابا غنمشيو للقمر اسرع 19 نعطيكم اقوى تردد، نستعملو تردد ديال قناه زي دي اي زي دي، ها هي اخوتي. فيمكن لك تستعمل تردد الاش دي ولا الاس دي، فحنا نستعملو تردد الاس دي اصدقائي اللي هو هذا 11953، القطبية غتكون أفقي حرف أش هوريزونتال، الترميز غيكون 27500. نحيدو الكابل أصدقائي من اللاقيط اللي راح نشدين فيه الهوتبوت، نركبوه في اللاقيط اللي غنشدو به أصدقائي الأسرة 19. ندخلو دابا الإعدادات أصدقائي ديال الجهاز ديالنا، ها هي. نشدو اللاقيط من حدا الهوتبورد ونحركو غير بشويه
بحال اللي رحنا غاديين على يدينا بليمه في اتجاه الغرب، هي الاشاره اصدقائي 91. فالبلاصه اللي شديت فيها الاشاره غندور البالون ديالي يشوف الفوق ونديرو تماك. ونزير اللاقيت ديالي مزيان ملي غنزير ديك الساعات، نحاول ندور شويه اللاقيط، نمشي ندورو شويه عوج هكايا ولا نشوف يشوف في الصحن ديريكت، ولا ندورو من هنايا حتى تزاد معايا الإشارة. نزير البولون ديالي في ساعة 10. فدابا كيما قلت لكم خوتي غنحاول نلعب باللاقيط الاشاره، ندور واحد شويه هكا لا نقصات، نزيد ندور جهه اخرى. فهي الاشاره استقرت لفتين، فغنزيد دوك البالونات اللي كيشوفو من تحت. كما شاهدتوا معايا خوتي، فدابا الاشاره راني شادها ب 90 96، فنقدر نزيد في الاشاره خوتي، فقط راني ما مزيرش اللاقيط مزيان وصافي. فكما شاهدتوا معنا خمسه ديال الاقمار. فهاد التركيب علاش درتها؟ لان كاس افريقيا راها قريبه ان شاء الله، فضروري غتحتاج القمر اتصال سعود، لان فيه القنوات الافريقيه اللي كتنقل القنوات اللي كتنقل مباريات كاس افريقيا مجانا. فهاد التركيبه خوتي فهي اسهل تركيبه. فبعض الاسئله اللي كيسولوا الناس علاش كنستعملوا المسطره، فالمسطره كنستعملوها باش تقدر تزيد اقمار اخرى على القمر اللي مفيكسين فيه الصحن ديالنا. فلما درتش المسطره فما تقدرش تزيد اصدقائي هاد القمر هادو كما كنديرهم خوتي. فهذه التركيبه اللي كانت معنا اليوم، خمسه اقمار ديال الشرق. ما تنساش دير معاك واحد اللايك الا ما كنتش مشترك في القناه وتفعل زر الجرس. بغيتوا شي تركيبه او طريقه التقاط اي قمر كلمنا خوتي في التعليق، فاحنا موجودين ان شاء الله. ونديروا اصدقائي شروحات على التركيبات على طريقه التقاط الاقمار. اصدقائي تهلاو في راسكم وانتظرونا فيديو جديد.